ايه اللي عمر سعيد معاك؟ انا كنت بالنسبه لعمر سيد معوض، يعني هو اخويا من واحنا صغيرين خالص جميل واحنا عمر. بادئين مع بعض كل حاجه. منتخب 2006 كان هو كابتن فريق الاول وانا كابتن فريق تاني، فاحنا يعني طول عمري في الكوره انا ماشي معاه في كل خطوه. سافرنا مرتين بره مع بعض برضو بالنسبه للكوره، فانا عايز اقول يعني ان هو ان شاء الله يرجع بالسلامه، وان هو قدها و يعني هيرجع احسن من الاول، وان هو لعيبه يعني بالنسبه لي لعيبه عالمي، وانه لو كان ما اتصابش كان هيبقى يعني حاجه ان جامده، شاء وان شاء الله الله هيبقى زي وهيرجع وهيبقى الفل احسن ان شاء الله. شكرا لك. عايز تقول ايه لعمر سيد معوض يا زعلوك؟ يا كابتن عمر، طبعا لعيب كبير قوي ما شاء الله عليه، يعني قبل حتى ما انا اجي الاهلي كان دايما الكلام عليه صح كويس جدا، مسمع في كل حته. ممكن يكون الاصابه عطلته شويه بس هو يرجع وان شاء الله قدها. يعني طيب عمر، مساء الفل عليك، بقى كابتن شوبير وحشنا. وحضرتك كمان، والله اخبارك الحمد ايه؟ لله كله تمام؟ تمام، والله الحمد لله. كلهم بيحبوك وبيسلموا عليك، ومن ساعة ما دخلوا الحلقة قالوا عايزين نوجه رسالة لعمر سيد معوض، انت طلعت اكرم مننا واتصلت بينا انت كمان. لا والله هم ما يعرفوش معزتهم عندي، والله هم 3 اخوات، يعني انا بحبهم جدا جدا جدا، وطبعا بتشرف ان انا طالع مع حضرتك وطالع مع اخواتي دول في برنامج واحد وكده. عايز اقول لك برضه يا كابتن شوبير ان الثلاثه دول هم من احسن، يعني في مكانهم من احسن لعيبه في مصر، ما شاء سواء الله. كان عابدين او معتز او زعلوق، هم الثلاثه طيب خلينا فدول هيبقوا مستقبل مصر ان شاء يا الله. رب ان شاء الله. طمنا بقى عليك. الحمد لله والله تمام، خلصت التمرين وكده بعد الموضوع الاصابه وكده، وعملت الاشعاعات وكل حاجه تمام، بس لسه خطوه العمليه لسه ما جاتش، يعني لسه ما جاتش. هو لسه مصابين. انت لسه على ذمة الاهلي؟ لحد دلوقتي. طيب ويعني وشغال الكشوفات وكده كلها تبع النادي الاهلي ولا ايه؟ لا لا، كلها طبعا النادي، والناس مش كلها مع مقصر النادي مش الاهلي. مش مقصرين في حاجه يا عمر؟ لا ولا اي حاجه، كلهم واقفين في ظهري، سواء كانت دكاتره ومدربين، كله بيكلمني وكله بيسال عليا، والدكاتره معايا طول الوقت. طيب بس واحنا فالجهاز كله بصراحه بتعبني جدا. يعني طب هي الاصابه جت ازاي تاني؟ كنت في تمرين في التاهيل في النادي، في الاهلي في التاهيل. كنت في اخر مراحل التاهيل خالص، بقالي حوالي 10 ايام مثلا، واخش تمارين عادي بقى والماتشات وكده. بس فاغسل شوير، جت كوره كده، شط الكوره بيميني، فرجلي الشمال اللي انا كنت عملت فيها العمليه قبل كده الله. وقفت في الارض. بس فجسمي راح في حته ورجلي راحت في حته، فركبتي لفت. يعني منتظر العملية امتى ان شاء الله يا عمر؟ وانا منتظر مع دكتور جبالله بقى، يعني دكتور جبالله مستنيه، هو انا سايبها له، هو اللي هو براحته، اللي هو عايز تعملها دلوقتي نعملها، عايز تستنى شويه بعد كده لا مش نعملها. عايزين نطول بقى الوقت، عايزين ربنا يكرمنا يعني. لا والله يا شباب، انا المره دي سايبها، فاهم يعني، هي سايبها بقى، اللي هو انا سايب ربنا هو اللي يرتبها، طيب مش مركز في حاجه. وموضوع ريال بيتس كده تم تأجيله مظبوط؟ بص، عشان انا ما اكدبش، انا ما اعرفش الصراحه، يعني انا ما بسالش خالص، يعني انا حتى من قبل العمليه ومن قبل قصدي الاصابه ومن بعد الاصابه ما سالتش، يعني كان دماغي كلها ان انا طبعا. ارجع سليم 100% الاول، بعد كده اشوف كل حاجه حواليا. فدماغي برضو لحد دلوقتي كده، اللي هو لا انا عايز اركز ان انا ارجع 100% سليم، سواء عمليه او سواء هشوف دكتور طب الله هيعمل ايه. فعلى حسب، سايبها على ربنا، اللي هو لو ليا نصيب ان انا اطلع هطلع، لو ماليش نصيب مش هطلع. طيب فهي او نصيبها ان شاء الله خير على باذن الله. العموم يعني ان شاء الله كله خير باذن الله، ونامل من الله نشوفك في كاس العالم بقى مع المنتخب ان شاء الله. الله باذن مش الله. هنلحق افريقيا لكنه نشوفك ان شاء الله في كاس العالم. عايز تقول ايه المعتز؟ ان شاء الله. معتز ده يعني بعيدا عن ان هو من احسن المدافعين اللي في مصر، يعني انا عايز اقول له ان هو اخويا وان انا بحبه جدا، وعايز اقول له ان شرط الكابتنه اللي هو واخدها دي حق، حقه. ان هو يستحقها، لان هو كان بيتكلم عن الكابتنه دلوقتي انا كنت نعم. صاحبه، هي دي حقه وهي دي شخصيته اصلا من هو صغير. نعم صحيح. هو لا، هو حقه ياخد الكابتنه، وهو انسب واحد كان ياخدها. تمام. عايز تقول عايز احييهم هم الثلاثه برضه، لا ان هم استنى، طلعوا. كل واحد باسمه، كل واحد باسمه. لا عابدين، هتقول ايه لعابدين؟ لا ده اخويا من وانا صغير، ده كنت بلعب معاه في دجله كمان قبل الاهلي، فده بالنسبه لي معزته عندي دي الدنيا يعني. طيب تقول ايه اللي زعلوك؟ زعلوك؟ اه اقول لك انا زعلوك.
نقول له ايه ده، هو عارف يعني اللي فيها بره النادي عامه يعني، بس مش كده، انا مش عارف اتكلم دلوقتي. بلاش بلاش تتكلم، بلاش تتكلم خلي دلوقتي. الكلام بيني وبينك. طيب خلاص، احنا هم كلهم بعتلك لك القبولات والسلامات والتحيات، بتمنوا لك التوفيق، وان شاء الله يا عمر نشوفك في احسن حال، وان شاء الله الاصابات دي اللي هتخلي منك واحد من افضل اللاعبين في العالم مش في مصر بس، ان شاء الله. باذن الله ربنا يخليك يا كابتن شوبير، وانا اتشرفت ان انا طلعت مع حضرتك حبيبي عمر، مع اخواتي الثلاثه دول. حبيبي عمر بشكرك، شكرا جزيلا.